بتمنى أني أكون بالمستقبل مدربة جمباز، لأني أنا كنت قبل لعبة جمباز. فاتي ماتوا لما انضربت، رفيقتي فاطمة وزهراء وسيدرة وولاء. دراستي بعيدة وبتعب بالمشي كتير، تعذب، بس ما نروح شو نسوي، بحب المدرسة. معوقات الدراسية إنه ما في ضوء، بفيق بكير مشان أحفظ، ما إنه ما بفهم. أتمنى مستقبل سوريا إنه يرجع مثل قبل، يعني ما يتم حروب، نأمن إنه نطلع ما إنه نرجع على البيت بالسلامة، ما إنه نطلع ما نرجع على البيت.